طب مساء الخير، هو واضح ان انتوا مشغولين في حاجة تانية ولا ايه؟ بتكتبوا الفلوس؟ كتبتوا خلاص ولا لسه؟ ليه حاسس انكم بتكتبوها، ان انتوا بتعدوا الفلوس؟ حاسس ان فيها مهامة والناس قاعدة عمالة تحط ايديها على المحفظة وحاجات زي كده، وفي ناس بتشوف الدفتر بتاع الشيكات. هتكتب بس رقم وبعدين هنلزمك بيه بعدين. طيب خلوني تاني هرحب بيكم مرة تانية، وعايز اقول لكم اللي انتوا بتعملوه ده حاجه مهمه قوي، لانه امبارح بالصدفه كنت مع مجموعه من اصحابي دفعه المدرسه، وكنا قاعدين مع بعض كده ساعتين ثلاثه، فواحد مننا ضابط بوليس، وبالمناسبه الضابط اللي استشهد في ميدان لبنان ده كان دفعتنا الله يرحمه محمد جمال الدين مأمون. فواحد مننا ضابط بوليس لحد دلوقتي، وهو الخدمه بتاعته عند طريق المحور والدائري، ده اللي كانت حدث قبل كده عليه عقوق ناس وفلت وضربوه بالرشاشات وفلت. فلقيته امبارح بيقول لي انا رحت علشان ازور المدفن بتاع اهلي واتفق مع مقاول ان هو يبدا يظبطه. فبحكم عشره عمر احنا اصحاب بقالنا دلوقتي 35 سنه عشان احنا عواجيز حبتين، فقلت له ما تقولش الكلام ده يعني قفل على الموضوع. قال لا اصل دي شغلتي. قلت له شغلتك توضب المدفن؟ قال لي شغلتي ان احنا في قريب او في بعيد كده كده هنموت. فخلونا نفكر في الكلام اللي كريم صاحبي ده قاله، انه دلوقتي احنا في عندنا ناس في البلد شغلته بقى هو ضابط جيش، هو ضابط شرطه، هو مجند، وبالمناسبه هو حظه كويس مش حظه وحش، لان هو بيقدم خدمه مباشره للبلد. انا وانتوا بنبقى قاعدين في البيوت او في الاستوديوهات او في المكاتب عمليا بنشعر بشكل من اشكال الامان، هو الامان بتاعه يساوي صفر عشان هو واقف في الاول. احنا دورنا في الصناعه بتاعتنا كصناعه اعلام مش بس دايما ان احنا نحاسب، لكن كمان احنا مش نقدر نتعاطف، احنا نقدر ان احنا ناخد مواقف داعمه للناس دول، ولازم نفهمهم ان احنا واقفين في ظهرهم. صحيح ممكن نقول لهم ساعات بتعملوا حاجات غلط، لكن صحيح هم من وقت للتاني بيعملوا حاجات كويسه، ودلوقتي هما بيعملوا حاجات كويسة كتير تاني علشان احنا نقعد في بيوتنا او في مكاتبنا او في اشغالنا وعندنا ولو حتى 10% امان. يمكن احنا في وقت فيه كنت يمكن عشان كده اتكعبلت وانا طالع عشان قاعد عمال بشغل مخي، فكنت بسأل، وكان ألبرت شفيق رئيس اون بيقول لي احنا هنقدم ايه، بما انه الحملة بالاساس مبنية على الاعلام او مبنية على الميديا. فاون تي في تحديدا، اون تي في واون لايف الاثنين صح؟ تمام؟ اوكي. تمام ولا ايه؟ حسيت انك بصيتني من عند النظاره فقلقت. خلاص كده؟ هيتحمل هو الخصومات. فاحنا هنقدم ان شاء الله حمله هديه للحمله بتاعتكم لمده محدده، هتبقى حمله مجانيه تماما على اون تي في وعلى اون لايف. بنعتبر بالنيابه عن الحقيقه البرت انه احنا بنقدم ده اقل حاجه نقدر نشارك فيها في المرحله دي، ويمكن يبقى ده الخطوه او القاطره اللي تخلي بقيه الشبكات وبقيه القنوات تمشي ورانا في هذا الموضوع. لا سقفوا ليهم هم، انا مجرد نقل رساله. اشكركم مره ثانيه.